السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحباب، حلقة جديدة من حصاد الأيام وأبرز الملفات اللي راح نتابعها. حياكم الله. ماراثون تشكيل الحكومة يصل لخط النهاية، ورغم الاختلاف على موعد اختيار الكابينة الوزارية للرئيس المكلف، إلا أن المعطيات الحالية اللي يعززها الحراك السياسي اللي لم ينقطع منذ ساعة التكليف يعطي الضوء الأخضر لعقد الجلسة البرلمانية وتشكيل الحكومة النموذجية. كل الأنظار تتجه حول الجلسة رغم أن لا اتفاقات نهائية، تساؤلات عن السيناريوهات الأقرب للواقع، سلة واحدة أم تمرير جزئي. لكن المؤكد في العملية الرغبة الجامحة لدى الكتل السياسية وحماس السوداني في تشكيل الحكومة المختلفة وكسب الوقت لمواجهة أي تقلبات محتملة مع الاحتفاظ بشروطه، فريق وزاري كفوء ومهني. الجانب الآخر من حصادنا لهذه الليلة راح نتابع اليوم البلد بحاجة إلى توفير البنى التحتية، الخدمات اللي من ضمنها المطارات للمساهمة بتقليل الزخم عند المناسبات المهمة اللي تمر على العراق من خلال توزيع مداخل الوفود. فعلى هذا الأساس تم إنشاء مطار كركوك الدولي اللي توقف افتتاحه منذ أكثر من عام لأسباب معينة، لكن عندما تم افتتاحه قبل أيام قليلة كانت صدمة الاعتراضات موجهة صوب عدم التخويل من قبل النائب الأول لرئيس مجلس النواب، وحسب رؤيته يقول أنه هذا المطار شابه الإشكالات حول وجود صفقات فساد مالية وإدارية. أما الأسباب الأخرى فقد اتجه البعض إلى الموافقات الرسمية، وبين هذا وذاك أصبح المطار بين من يشكل ومن يفند وجود الأخطاء. إذن مشاهدينا، هذه الملفات راح نتابعها في حصادنا لهذه الليلة، تتفضلون البقاء ويانا ومتابعتنا. حياكم الله مجددا. منذ أيام قلائل لا تزيد عن أصابع اليد الواحدة تفصل البيت التشريعي عن جلسة تمرير الكابينة الوزارية للرئيس المكلف. فريق وزاري يترقب الشارع السياسي والشعبي أداء أمثل وقادر على مواجهة كم التحديات ومعالجة ما شاب العملية السياسية من إخفاق. خلونا نفتح مشاهدي الأحبة هذا الملف، لكن بعد أن نشاهد تقرير زميلنا علي حبيب. قبل انتهاء المدة الدستورية المحددة ولإكمال ثالث الاستحقاقات الدستورية والمضي بحكومة الخدمة الوطنية، الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة يقترب من تسمية أعضاء وزاراته وتقديمها للبرلمان للتصويت عليها ومنحها الثقة بعد التقدم الواضح الذي أحرزته اللجنة الفنية المشكلة برئاسة السوداني، التي وصلت لوضع اللمسات الأخيرة على الأسماء المرشحة لتسنم الوزارات في الحكومة واختيار الشخصيات الأجدر لقيادة المرحلة. الأحزاب اللي يشارك حتى يكون صاحب دعم وإسناد يجب أن يكون يعني مع رئيس الوزراء لاختيار الوزراء، يعني هو اختار الداخلية والدفاع أن يكون هو يختار لأنه بها جوانب أخرى، البقية يجب أن يتشاور مع الكتل، يعني هي شغلة نظام ونظام برلمان. فرض هيبة الدولة ومكافحة الفساد والفقر والبطالة وتحريك عجلة الاقتصاد وإصلاح واقع الطاقة المنهار أبرز الملفات التي تنتظر حكومة المكلف لينتقل بها إلى الإنعاش بعد الموت السريري الذي عانت منه طيلة ما مضى من السنوات. فبلغة الأرقام سجلت هذه المشكلات صدارة الأزمات. يتحتم على الجميع أن يقف ويساند تشكيلها ويعجل في تشكيلها، ومن ثم المساعدة في إكمال البرنامج الحكومي الذي في الواقع لمجلس النواب أيضا دور كبير في تلبية احتياجات الناس والمواطنين، سوف تعمل على تضمينها ضمن البرنامج الحكومي لما يتعلق فرص العمل، توفير السكن، تحسين الخدمات، الطاقة الكهربائية، كثير من في الواقع المجالات. ويعتزم المكلف من لقاءاته بالأطراف السياسية والمكونات المجتمعية وضع الأسس الصحيحة ومرتكزات إيجاد معادلة جديدة تقوم وفق مبدأ الخطط المدروسة والمعالجات الواقعية
التي كشف عنها ودعمه في ذلك الحراك البرلماني وممثل البعثات الأممية والدولية العاملة في العراق، فضلا عن النخب الأكاديمية والشعبية. علي حبيب، الأيام الفضائية. حياكم الله مجددا مشاهدي الأحبة، أرحب بضيوفي الكرام الأستاذ محمد مهدي البياتي عضو اتحاد الفتح. حياكم الله أستاذ محمد، ضيفا كريما. وكذلك أرحب بالأستاذ عمر الناصر السياسي المستقل، أهلا بك أستاذ عمر، ضيفا كريما في الاستوديو. أبدأ مع حضرتك أستاذ محمد، نتحدث عن تكليف رئيس الوزراء الذي بدأ يسابق الزمن منذ ساعة التكليف. خلينا نرجع شوي بالزمن، أنه عرض برنامج الوزاري على الكتل السياسية قبل التكليف منذ الترشيح، وأيضا لربما بدأ بالحراك والتفاوض مع الكتل السياسية أيضا قبل التكليف. هذا الموضوع راح يكسبنا الوقت، يقلل لنا التحديات، يخلينا أنه على الأقل ننتصر بعنصر الوقت اللي تمددنا عليه طويلا لمدة عام كامل. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لكم ولفضائياتكم الكريمة وللضيف الكريم أستاذ عمر، حياكم الله. بصراحة لا نستطيع أن نقول أن هذه الحكومة تتشكل في ظروف طبيعية. نعم. من جميع النواحي، ناحية أنه حكومة حل أزمة، وقفت أزمة، وهاي الأزمة تحولت من تحالف الثلاثة إلى الإطار. نعم. فيظهر أن الإطار تجاوزه الأزمة وانتخاب رئيس الجمهورية، وهي كانت بحد ذاتها أزمة، لأنه أنت إذا ما تقدر تنتخب رئيس الجمهورية ما تقدر تكلف المرشح الكتلة الأكبر يعني. بالتالي تجاوزنا تقريبا نصف الأزمة. يبقى لون الحكومة، شكل الحكومة، هذه الحكومة شكل طولها وعرضها، هل أن الحكومة ائتلافية أم انتخبنا رئيس وزراء؟ ومثلا اليوم سمعنا بالأخبار وأنتم سمعتوا أن الإطار خولوا سيد رئيس الوزراء المكلف بانتخاب واختيار الوزراء كما يرى. زين، إحنا الإطار خلينا نقول الشيعة خولنا، الكرد شلون، السنة شلون، وهل ممكن أن أطبق معايير على الإطار وعلى شيعة العراق، ولا أطبق المعايير هذه المعايير نفسها على الأخوة الكرد والأخوة السنة؟ وإلا ما ممكن نص النص يعني، أنا أنظر بعين لا سيما هناك معايير الكل متفقين عليه، ليست فقط في هذه الحكومة، الكل يدعي بأنه نريد نشكل حكومة نموذجية وحكومة قوية وحكومة خدمة، وأن تكون حكومة متكاملة من جميع النواحي، لكن هل نستطيع؟ أنا أعتقد بهذه الظروف والتحديات نقدر نشكل حكومة، وتقدر هذه الحكومة أن تحل جزء من هذه التحديات، لكن جميعها في آن واحد وفي تشكيلة واحدة، ومن العمر الدورة باقية 3 سنوات، ووفق التوافقات مع الأخوة سواء على مستوى التيار وعلى مستوى الآخرين، أن عمر هذه الحكومة ستكون من سنة إلى 18 شهر. وهل سيد رئيس الوزراء المكلف خلال، نحن نقول 3 سنوات لا نقول 18، لكن جميع الأخبار والمعلومات تقرأ بأنه 18 شهر يعني. طيب. والآخرين يقولون لا 10 أشهر. هل هذه الحكومة باستطاعتها أن حد الأقل أن تمشي الموازنة؟ نعم. وأكو تحديات اقتصادية ممكن حلها، هل هذه الحكومة باستطاعتها أن تكتب أو تدون قانون انتخابات باعتبار قانون انتخابات نذهب إلى انتخابات مبكرة؟ هكذا التوافقات الموجودة. زين، إحنا ذهبنا إلى حكومة توافقية، وواضح من الأركان رئيس الجمهورية إلى الكرد، هذا توافقي يعني، هو ما عنده وزن يساعد حتى يكون منصب رئيس الجمهورية من حصته. وكذلك مثلا الإطار رئاسة الوزراء، والأخوة السنة رئاسة البرلمان. زين، لماذا هذا الموضوع لا ينطبق إلى المكونات الأخرى؟ خلينا نقول هيك، العرب سنة وشيعة، الكرد انتهت بعد، هل هناك مكونات أخرى؟ ليش نبحث مع مثلا مع المسيح، مع الأخوة الفيلية، مع الأخوة التركمان نبحث أوزان؟
أقول ليش في مكان آخر ماك أوزان؟ قال لماذا لا نقول يا الكرد ما نعطيهم رئاسة الجمهورية وما عنده وزن؟ إذا هاي توافقات وأنا أقبل بهذه التوافقات، لكن توافقات ناقصة، يجب أن تكون توافقات منطقية مثل ما الأخوة يبحثون معنا حاليا في محافظات أخرى قريبة من أقليم كردستان أيضا نفس المنطق. يعني أنا مع منطقة التوافق، فيكون مصدرة التوافق مصدرة واحدة، ومصدرة التفاهم مصدرة واحدة، ومصدرة تمثيل المكونات مصدرة واحدة. أيا كان المرشح، سيد محمد شيع سوداني، سيد المالكي، أيا كان، لكن هذه المصدرة حاليا ناقصة. لماذا المكون الثالث التركمان تبحثون معه مقاعدكم قليلة؟ طيب مقاعد الأخوة الكرد غير مؤهل أن يكون رئاسة الجمهورية لهم، وبعد رئيس الجمهورية لا، وزارة العدل، الإسكان والإعمار، والخارجية اللي هي من صارت مفاتحة من قبل المكلف للمكون التركماني باختيار وزير من هذا المكون؟ لا هذا أنا ما جاي أبحث عن هذا، يعني فلنفرض أنت وزير إلى الأخوة التركمان، انحلت المشكلة؟ أن تنحل مشكلة المكونات؟ هل هي حل مشكلة أم أنه تمثيل برلماني غير التمثيل المكوناتي؟ لا بالبرلمان، بالبرلمان ممثلين هسه 1 10 7 8 عدد المقاعد يؤهل أصوات إلهم، هناك كتلة تركمانية موجودة. لكن نحن نتكلم الذي يشكل حكومة، الأجواء الموجودة مو أجواء هذه المصدر اللي تكلمت عنها. يعني طيب بكل صراحة هناك ناس غير مرتاحين للآن عندما يعدون، انظر التركمان القومية الثالثة، عندما يعدون بالمجالس الاجتماعات يعدون الشيعة، يعدون العرب السنة، يعدون الكرد، وراهم يعدون المسيحيين واليزيدين، ما يعدون التركمان المكون الثالث. يعني هذا حرام طبعا، ما يجوز. أنا أيضا ما يجوز لي أنا أحدث الكرد المكون الثاني، ما أقدر. اليوم عندك مكون الثالث قدموا، خصوصا مناطق التماس، في المناطق المتنازع عليها قدم آلاف الشهداء، ما أقول قبل 2003، أقول من بعد 2003 إلى الآن حتى في الحشد الشهداء الشعبي. طيب أستاذ عمر، جد الترحاب بحضرتك. يثير السيد البياتي العديد من التساؤلات، ربما أهمها أنه نتحدث عن الفترات الزمنية. عمر الحكومة حسب توصيف السيد البياتي أقلها 10 أشهر وأكثرها 3 سنوات، بالتالي المكلف اليوم يعني يعي هذه الضغوطات مما أدى به إلى كسب هذا الوقت، ربما لن يستغرق مثل ما تكليف مرشح الكتلة الأكثر ما استغرق وقت ل 15 يوما سامح بها الدستور من قبل رئيس الجمهورية، واستهلكنا بها ساعات مو أسبوعين. فالثلاثين يوم المسموحة والمفسوحة أمام المكلف راح يقدر يستثمرها خلال أسبوع، 10 أيام، نصف هذه المدة، ويقدم كابينة الوزارية بالتوازنات اللي تحدث عنها السيد البياتي. شكرا جزيلا أستاذ أحمد، وتحية مسائية للسيد البياتي المحترم ولجمهور قناة الأيام الأكارم. يعني الجميع يعرف بأنه المدة الزمنية التي سوف يأخذها السيد محمد الشيع السوداني لتشكيل الحكومة هي ليست مدة قصيرة وليست طويلة بنفس الوقت، هي مدة معقولة، ولكن تبقى المتغيرات السياسية هي التي تفرض نفسها على أرض الواقع، وهي التي سوف وبدعم جميع الكتل السياسية. اليوم وأنا أقول لك معلومة، الآن قبل قليل خرج الإطار التنسيقي من الاجتماع، وهنالك اتفاق على تفويض السيد محمد الشيع السوداني على اختيار الكابينة الحكومية، وأن تكون هنالك، وفوض الإطار التنسيقي أيضا السيد السوداني من أجل اختيار الشخصيات السياسية. نعم. وفق الإطار، وفق وزن الإطار، وزن الإطار الانتخابي، وعلى أن يستبعد موضوع منصب وزارة الداخلية ومنصب وزارة الدفاع من المحاصصة الطائفية، ويذهب إلى اختيار شخصية أما مدنية أو عسكرية. أما بخصوص موضوع المدة الزمنية التي ربما سوف تكون هي من عمر الحكومة القادمة التي نرتئي بأن تكون خلال فترة قصيرة، أعتقد بأنها هي تعتمد بشكل كامل وجذري على عوامل ومحددات كثيرة، ومنها إذا كان هنالك نجاح حقيقي في أول 100 يوم أو 200 يوم لحكومة السيد محمد الشيع السوداني، آنذاك بإمكاننا أن نقول بأنها حكومة خدمية وطنية،
أما بهذه اللحظات التي نتكلم بها، أنا باعتقادي بإمكاننا أن نطلق عليها بعد الانسداد السياسي فهي حكومة الانفراج السياسي وليست حكومة خدمية وطنية، على اعتبار بأن الشعارات التي سمعناها سابقا هي كانت فقط شعارات ولم ترتقي لمستوى الطموح، ولكن عند تحقيق أول 10 نقاط من البرنامج الحكومي الذي سوف يقدمه السيد السوداني، أعتقد آنذاك بإمكاننا الحكم على أنها سوف تكون حكومة خدمية وطنية. ولكن بنفس الوقت هنالك محددات أيضا تقول ما هو شكل الحكومة القادمة، هل سوف تكون هي حكومة انتقالية كالتي يدعو إليها السيد مقتدى الصدر على سبيل المثال، والتي نادى بها من أجل الذهاب لانتخابات مبكرة ولأجل إدخال يعني تعديل مسار العملية السياسية من جديد، أم أنها سوف تكون حكومة دائمة ل4 سنوات وسوف يستمر السيد السوداني بتنفيذ البرنامج الانتخابي الذي طرحه على الإطار التنسيقي. هذه الفرضيات أستاذ عمر راح تحدد مسارات المكلف لو هو عنده خطة ثابتة وتحقيق أهداف على المستوى القريب والمتوسط والبعيد. بقرارة نفسي أقول بأن نجاح السيد السوداني هو يعتمد بشكل جذري على مدى دعم القوى السياسية المنضوية تحت لواء الإطار التنسيقي على دعمه لنهاية المطاف، ولكن هل سوف تتحقق الأهداف والتي نادى بها السيد السوداني قبل ذهابه إلى والشعارات التي يريد الذهاب إليها في المرحلة المقبلة، على اعتبار بأن اليوم للأسف الشديد الشارع العراقي قد فقد الثقة تماما بالطبقة السياسية القابضة على السلطة، وهذا ما نراه أمامنا في الشارع العراقي. سابقا كان السيد الكاظمي قد رفع شعار أنه سوف يذهب لكشف الكشف عن قتلة المتظاهرين على سبيل المثال والذهاب إلى انتخابات مبكرة، ولكنه للأسف الشديد لم يتحقق شيء من هذا الموضوع. أما بالنسبة للسيد محمد الشاع السوداني أعتقد بأنه قد استعجل نوعا ما برفع شعار مكافحة الفساد ورفع شعار حصر السلاح بيد الدولة، على اعتبار بأن هذه المرحلة هي مرحلة مفصلية بتاريخ العراق الحديث، وإنها سوف تكون فقط لأجل تهدئة الشارع وإثبات حسن النوايا مع وإرجاع الثقة ما بين الشارع العراقي والطبقة السياسية. يعني هل هو مجرد إثبات حسن النوايا نكتفي بإيصال محمد المهدي بهذا المطلب وهنا راح نحيل نفسنا إلى مساحة أخرى؟ شكل الحكومة اللي راح يقدم في جلسة التصويت على الحكومة، هل ستكون حكومة كاملة الكابينات، منقوصة الكابينات؟ هنالك بعض التسريبات تقول أنه نمضي بحسن النوايا مثل ما تفضل السيد الناصر، وبالتالي إكمال بعض الوزارات على مسافة أخرى فيما بعد مثل الحكومات السابقة، الدورة الأولى، الدورة الثانية، الدورة الثالثة، كلها على هذا المنوال يعني. وأعتقد هذه الدورة لا تختلف عن دورات السابقة باعتبار هذا التوافق الدرجات العليا ما ممكن أن نحصل حين. هذه نقطة. جنابك تفضلت إلى شكل الحكومة. شكل الحكومة من المؤكد هي ظاهرها وداخلها حكومة ائتلافية، والحكومة الائتلافية إدارتها من الإدارات الصعبة، ما تقدر ترضي جميع الأطراف الموجودة. هذه هي نقطة. النقطة الأخرى، أنا لست مع هذا المنطق، تخويل أو عدم التخويل. لا التخويل 100% يخول 100%، ولا سلطة الأحزاب على المرشح المكلف يعني. لا، أنا أعتقد يحتاج شيء آخر يعني. يجب أن تكون هناك من الكتل السياسية الممثلة في مجلس النواب ورقة يعني. يجب مثلا في العالم المتحضر اليوم هناك تمثيل أقليات، ليست فقط تمثيل الأقليات تعال يا وهاك كم وزارة الدولة 15 أنا أرضيتك، لا مو هيك. اليوم هناك كفاءات لدى الأخوة المسيحيين، كفاءات لدى الأخوة الكرد الفيليين، كفاءات لدى الأيزيديين، كفاءات هاي المكونات التركمان وغيرهم. مثلا أنت تنطي الرئيس مجلس النواب إلى المكون السني ونائب كردي ونائب عربي شيعي، زين التركمان وين مخه؟ طيب مثلا مفروض إذا ننزل جوا ولا هي هاي درجة وظيفية
الامين عام لمجلس النواب يجب ان يكون من الاخوه التركمان مثلا او من الاخوه المزيح، ما هم نقبل يعني النائب الثاني في دوله معينه كان او النائب الثاني. احنا اذا نريد نتوافق، اذا ما نريد نتوافق لا، مثل ما اخوه بعض الكتل السياسيه فرضوا واقع جديد، تعالوا نعمل حكم الاغلبيه. اذا حكم الاغلبيه ما معلوم رئيس مجلس النواب يكون من العرب السنه، اذا حكم الاغلبيه ما معقول احتمال او ما مفروض ان يكون رئيس الوزراء او حتى رئيس الجمهوريه من المكون الشيعي او المكون الكردي. المهم هذا اللي خولناه، بالتالي هو انسان يحمل من الوضع الاجتماعي ووضع السياسي، عنده ارتباطات خارجيه، مو اجى من السماء هو معصوم يعني. لا التخويل بهذا الشكل 100% ولا الاحزاب يكون سيف على هذا المرشح. اذا تركنا التخويل استاذ محمد راح نروح على قضيه الترشيح من قبل الاحزاب والاختيار من قبل المكلف. انا ما اتكلم الترشيح يعني اذا الحزب ما رشح شخصيه تركمانيه ولا شخصيه مسيحيه. لا انا ما اتكلم استاذ، شوف يعني منين راح يختار المكلف؟ مثل شروط المرجعيه، احنا هوايه اكو مجتهدين بالعالم الاسلامي احتمال بالمئات، لكن التوقيع اللي اجى من صاحب الزمان شنو هو؟ عليه الصلاه والسلام، من كان من الفقهاء صائنا لنفسه مخالفا لهواه وعلى العوام ان يخلدوه بشروط يعني. ما هو شروط وزير الصحه؟ ما هو شروط وزير البلديات والاسكان؟ بعدين لماذا ان يكون وزاره البلديات من حصه المكون الكردي؟ هم ما مشتركون ويانا بلديا اصلا، اي ارتباط بلدي ماكو بيننا بين الاخوه في اقليم كردستان يعني. اكو بعض الشروط يجب ان نطبقها يعني. ما هو شروط وزاره البيئه؟ ما هو الشخصيه المطلوبه يعني؟ هاي الامور يجب ان تكتب اما من قبل خبراء ومستشارين او من قبل، ماكو مشكله ما دام احنا حكومه ائتلافيه، ماكو مشكله احزاب المؤتلفه معنا ان يقدموا لنا بعض الشروط بعض الامور. الخبره التشريعيه والتنفيذية من قبل المكلف ما راح تحكم بها هاي المساله ويراعيها؟ بالتالي هناك حاليا في البرلمان اكو اصوات، انت منهاج الوزاره مالتك هكذا الدستور يقول، انت منهاج الوزاره مالتك يحتاج الى تصويت. تمام. وهذه هذا المنهاج يحتاج الى مصداقيه. كل المرشحين السابقين واللي في حكومات الطوارئ او حكومات الازمه قرأوا منهاج الوزارة والجميع صوتوا. هذه المرة ما مفروض أن يكون منهاج وزارة حبر على ورق، يجب أن نذهب إلى بكل صراحة نذهب إلى أن نقرأ وثم ننفذ بإمكانية المجلس النواب والسلطة التشريعية استجواب أي رئيس وزراء وأي رئيس جمهورية. تعال صار لك 6 أشهر من هذا المنهاج ما انطبق فقرة واحدة، الفترات السابقة انطيني الدورة الأولى الثانية الثالثة من جاب رئيس الوزراء أنت ما طبقت المنهاج الوزارة وفعلا ما انطبق يعني. فبعد هذه التجربة المريرة ما مفروض أن نذهب إلى منهاج وزاري حبر على ورق ولا إلى وزراء مثل ما تفضلت بأنه الفرضية الأحزاب يعني. ما نقبل هيش يعني. طيب أستاذ عمر، يعني السيد البياتي بحكم خبرته التشريعية ويعني المكوناتية يذكر لك كل الأقليات ويذكر المسيحيين والتركمان والأيزيديين وأيضا ينوه ضمنا إلى القومية الثالثة في العراق هم التركمان، يعني ما داعى فقط للتركمان ويركز على قضية الأوزان في أكثر من إجابة. هنا راح نتساءل عن المكلف إلى سلطة الاختيار لو هي القضية متعلقة بالترشيح من قبل الوزارات، مع العرض بأنه الكتل السياسية فرضت على رئيس الوزراء معايير ومواصفات صارمة من ضمنها الحفاظ على الأوزان. يعني بصراحة شديدة اليوم هنالك يعني كلاسيفيكيشن أو تصنيف لموضوع الأوزان والأوزان السياسية، ولكن دعنا نرجع بفلاش باك إلى الوراء قليلا إلى الانتخابات الماضية ونرى ما هي المعادلة السياسية التي خرجت من هذه الانتخابات. سنجد بأن هذه الانتخابات كانت هي مختلفة تماما عن جميع الانتخابات الماضية من حيث عدد المقاعد، ولكن هنالك وزن سياسي وهنالك أيضا أحزاب سياسية تتمتع بوزن سياسي وأحزاب سياسية ثانية تتمتع بعدد مقاعد وأحزاب سياسية ثانية تتمتع بوزن سياسي وعدد مقاعد. طيب. إذن
نحن أمامنا اليوم الأحزاب السياسية لما صنفتها يعني تتحدث عن الأوزان، بعض الأحزاب تتحدث عن المقاعد السيادية والوزارات السيادية أستاذ عمر. نعم، ويتقاتلون عليها. المشكلة يا سيدي الكريم بأن هنالك يعني التوافقية هي من أتت بهذا التصنيف، ولذلك تجد بأن المكون التركماني على سبيل المثال الذي تحدث عنه السيد البياتي بلا شك تجد بأنه هو اليوم هو يعني في ذيل القائمة، وجل احترام لهذا المكون الأصيل. لم نرى أي منصب حكومي في أي وزارة يعني سابقة قد ذهب إلى المكون التركماني بشكل حقيقي، حتى بموضوع مثلا نائب رئيس مجلس النواب أو نائب رئيس وزراء أو إلى ما شابه. ولكن بكل الأحوال هنالك استحقاقات دستورية، وأعتقد بأن التوافقية هذه هي إحدى سلبيات التوافقية للأسف الشديد. ولكن علينا اليوم الذهاب إلى أن تكون هنالك حلول واقعية ترضي جميع المكونات، على اعتبار بأن العراق هو مبني أو العملية السياسية هي بنيت على أساس المحاصصة الطائفية. وأعتقد بأننا في الأيام المقبلة سوف تكون هي حكومة السيد محمد الشاع السوداني سترى النور. علينا الدفع بالإيجابية وعدم أخذ السلبية، ولكن كيف سوف يكون تكون الكابينة الحكومية القادمة؟ هل سوف تكون هي مرضية لجميع القوى السياسية؟ أنا أعتقد بأن يوم أمس أو قبل أمس كان هنالك يعني حقيقة مناكفات بخصوص توزيع الحصص وإلى ما شابه من قبل بعض المكونات، والرأي الذي ذهب إليه السيد محمد الشياع السوداني على أن تبقى وزارة المالية ووزارة الصحة وبعض الوزارات الأخرى هي بيده في المرحلة الحالية، لأنه يشعر بأن التغيير الحقيقي الذي ربما سوف يذهب به من أجل حكومة خدمات، حكومة وطنية خدمية، هي تبدأ من هذه الوزارات. لا يمكن الذهاب إلى مكافحة الفساد إذا لم تكن لديه سلطة على وزارة المالية، ولا يمكن الذهاب إلى أن تكون هنالك خدمات نوعية بوزارة الصحة أو في مجال الصحة إذا لم يكن لديه إمكانية أن تكون لديه سطوة على وزارة الصحة، وهكذا. كل الأمور اليوم هي تتبع بشكل كامل وحقيقي بمدى دعم الكتل السياسية لحكومة السيد محمد الشياع السوداني، لأن هذه الحكومة هي حكومة الفرصة الأخيرة. فأما يكون هنالك صعود لنجم الإطار التنسيقي، وأما سوف يكون هنالك أفول وانكفاء إلى الداخل، وأعتقد بأن هنالك بعدها سوف يكون إزاحة سياسية ناعمة لأغلب الشخصيات السياسية التي جاءت للمشهد السياسي بعد عام 2000. تذكر الإطار أستاذ عمر، وتوجه بهذا السؤال الأستاذ محمد مهدي البياتي، لازلنا في حديث الأوزان، ولكن بالأوزان السياسية خلينا نتحدث أستاذ محمد بوزن الإطار كيف سيكون بين هذه الكتل، وبالإضافة إلى بقية المكونات كيف سيكون، وإذا ما حتى نتمم موضوعنا الأوزان المكوناتية، الكثير من الكتل السياسية فيها تركمان الشبكة الأيزيديين، لما يصعد شخص من هذه المكونات فهو يمثل حزبه اللي رشحه وليس المكون اللي رشحه. يعني إذا ما انتقلنا من المكونات إلى الأوزان السياسية، خلينا نحكي على وزن الإطار بمقارنة مع بقية الأوزان. يعني هو أوزان اتفاق بيننا وبين الفرقاء، يعني الشيء مثلا عندما يضعون وزن وزارة الداخلية 12 أقدر أخلي 10، وماكو فت صورة ولا فت آية نازلة بهذا الخصوص، يعني اتفاق بيننا وبين الأخوة، يعني حتى يكون مصدرة وقياس واضح. يعني ضربت مثلا بالداخلية أستاذ محمد، ولكن يعني الداخلية والدفاع الإطار فوض المكلف بأنه خارج المحاصصة مثلا، يعني هاي وضعوا النقاط، يعني اتفاقات، يعني أعتقد أن القضية تصير بشكل معقول ومنطقي، ما نحتاج لا أوزان ولا يحزون. لكن بما أن أكو مشكلة ونذهب إلى موضوع الأوزان، هذه النقطة. النقطة الأخرى، شوف أستاذ، إحنا اليوم تكلمنا عن الحكومة وعمرها، قلنا أبعد الاحتمالات 3 سنوات، يعني والهيئات المستقلة شلون، كل هيئة تعادل وزارة، أكثر من 30 هيئة، يعني 30 وزارة عندنا. من يتحمل؟ وين مجلس النواب؟ وين كتل السياسة؟ لماذا لا يناقشون 80% من
رؤساء هذه الهيئات من العرب شيعة وسنه. أين دور الكرد بها؟ أين دور مثلا التركمان بها؟ أين دور المسيح في موضوع الهيئات؟ وهيئات حساسة وهيئات خطرة يعني. منها الاستثمار، اليوم العراق ربما بعد 10 و15 سنة ميزانيتنا الرعية تروح، تبقى الاستثمار تروح ما تبقى يعني. فكيف نعمل بالاستثمار وكيف نجلب المستثمر الأجنبي إلى العراق وحتى العراق يعني؟ هذا ليش ما حاسب له حساب يعني؟ هيئة النزاهة من هيئات الحساسة اللي تعالج الفساد. مثلا وبقية البنك المركزي والأمانة مجلس الوزراء إلى آخره، أكثر من 30 هيئة يعني. على الأخوة أنا ما أقول باشر باعتبار هذه كابينة وزارية، لكن أيضا يجب مناقشة هذا الموضوع. أنت اليزيدي مثلا، الأخوة اليزيديين مثلا ما عندهم تمثيل برلماني يعني. أنا شو أسوي هذول؟ أخليهم في جونية، أذبهم إلى دولة أخرى، أذبهم بالبحر؟ تعال يا أخوان أنتم شركاء معنا في الوطن، هذه الهيئة تعادل وزارة لكم، جيبوا شخصياتكم 2 3 4 حتى ندخلهم دورة نشوف شنو عندهم معتهم مثلا. وكذلك أخوة المسيحيين، وكذلك أخوة الفيلين، وكذلك بقية المكونات يعني. ما ممكن 80% من الهيئات تسيطر عليها الأخوة العرب سنة وشيعة، ما ممكن يعني. ولكن الناس ناسين متشلبين على الوزارة يعني. اكو بعض رؤساء هيئات صار لهم اكثر من 7 سنوات، 7 سنوات يعني اكثر من دورة برلمانية. فما ممكن، هاي الأمور يجب أن حقيقة نتوجه إلها ونحل بها مشاكل عديدة. لا يحس اليزيد هو خارج الوطن، لا يحس التركمان أنه هو خارج الوطن، ممثل بالحكومة، ممثل بالبرلمان، ممثل في هيئات المستقلة، وممثل في الوكالات الأخرى. ممكن رئيس الوزراء، أنا أتأمل من الأخ محمد شيع السودان خيرا، هو زميلنا وصديقنا وعنده كفاءات جيدة، لكن بوحده أنا أعتقد لا يستطيع. احنا اليوم ما نتحدث عن بمفرد الثقل، هو ليس مرشح الثقل الكبير، نعم عليه يعني حزب علي سياسي بمرشح الاطار، بل انه مرشح اداره الدوله. خلينا نقاطعك استاذ محمد، وبهالاثناء تقدم الشكر الجزيل لضيفي الكريم استاذ عمر الناصر السياسي المستقل، اثريت الحوار في هذا الملف. استاذ عمر شكرا جزيلا لحضورك معنا، وتفضل بقاء معي استاذ محمد مهدي البياتي لنتابع بعد الفاصل. مشاهدي الاحباء حياكم الله مجددا، الحديث عن اخر التطورات في كركوك اللي تصنف على الملفات الاقتصاديه والخدميه. هناك الكثير من الاشكاليات اللي شابت افتتاح مطار كركوك الدولي، الشكوك حول صفقات فساد، البعض الاخر يصرح بالاضرار الاقتصاديه اللي راح تاثر على مطار اربيل، بالتالي يفسرون وجود هذا المطار بانه الى اضرار اكثر من المنافع. مشاهدين احب خلونا نفتح وياكم هذا الملف، لكن بعد ان نشاهد تقرير زميلتنا نهى الشمري. ضغط سياسي كبير أثير بعد يومين من افتتاح مطار كركوك الدولي الذي طال انتظاره لأكثر من عام ونصف، اختلفت فيه آراء السياسيين والمتابعين، إذ جاءت أولى الاعتراضات من قبل النائب الأول لرئيس مجلس النواب بعدم السماح لافتتاحه، عازيا ذلك إلى ملفات فساد تطوى بنوايا إنشاء هذا المطار. فوجئنا في يوم افتتاح مطار كركوك أن هنالك تصريحات ظهرت عبر وسائل الإعلام من قبل النائب الأول لرئيس مجلس النواب، وانتقد هذا المشروع وأكد أن هنالك صفقات فساد. نحن بالوقت الذي نرحب بكل الجهود التي تنمو وتطمح إلى توفير بنى تحتية، فتواترت الإشكالات حول هذا المشروع وموافقات إنشائه، إذ أشكل البعض على عدم موافقة وزارة الدفاع بعدم صلاحية تشييد المطار على قاعدة طيران الجيش التابعة لها، بالوقت الذي نفى الخبراء ذلك باستحصال الموافقات منذ عام 2010، لكنهم رجحوا سبب الخلافات إلى دوافع اقتصادية أو سياسية. مطار كركوك فيما لو إنشئ سوف يكون أهم من مطار أربيل، لأن كل الاستثمارات والشركات سوف تكون في كركوك، والذهاب إلى كركوك سوف يقلل الزخم على مطار أربيل. أعتقد أنها تصريحات سياسية ودوافع اقتصادية. طبعا سيكون هناك لحزب الاتحاد الكردستاني الذي هو متنفذ في كركوك سوف يكون لديه مطار كما في أربيل مطار آخر، وهذا ما يتخوف منه الكرد في الأزمة الحالية، كان ممكن تذهب الأمور باتجاه أقليمين. أصوات الخلافات السياسية بشأن الوليد الدولي اختلفت بين مؤيد ومعارض، بالوقت الذي تنهب أموال البلد بشتى الوسائل والطرق غير القانونية، والمطالبات تعلو باتخاذ الإجراءات اللازمة
والتحقق من صلاحيات إنشاء المطار وموافقاته الرسمية. نهى الشمري، الأيام الفضائية. حياكم الله مجددا مشاهدي الأحبة، وجدد ترحابي بضيفي الكريم الأستاذ محمد مهدي البياتي عضو تحالف تحياك الله مجددا أستاذ محمد، وكذلك أرحب بضيفي الكريم السيد عزام الحمداني الناطق باسم المجلس العربي الموحد في كركوك. حياك الله سيد عزام. أستاذ محمد تحدث عن مطار كركوك، هسه أريد يعني مرة كعضو تحالف فتح ومرة كشاهد عيان، نزلت في مطار كركوك، هل أن مطار كركوك الدولي هو دولي بالمواصفات الدولية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو أنا مو بكيفي أسميه دولي لو مو دولي، يعني أكو خبراء إجوا من سلطة الطيران، لجان خبراء إجوا بهذا الخصوص، وحتى الشركات الغير العراقية تركية، شركات الإيرانية ربما كويتية وغير مدرسة جميع من اليوم أنا تكلمت مع المستثمر، شركات يجون ويدرسون ويوصلون إلى هذا المطار، يتوفر بشروط الفنية ويذهبون ويتعاقدون معهم، يعني فمو بكيف أنا أقول مواصفات بي ما بي مواصفات، يعني هذه نقطة أساسية في موضوع المطار. موضوع الفساد اللي تكلمت بالمقدمة، اليوم احنا إذا نريد نمدح واحد نصعد إلى القمر، وإذا نريد نتهم واحد، أبسط شيء في اللسان العراقي بشكل عام أن هناك فساد. يعني أولا فساد وين يحصل؟ يعني في المشاريع، الفساد يحصل في المشاريع الحكومية، يعني هذا المشروع مال حكومة، أموال مال حكومة، كل شيء مال حكومة. أما هذا استثمار، مطار مستثمر جاي بفلوسه، مستثمرين جايين بفلوسهم، نعم، يشتغلون بفلوسهم، يعني فوين يصير الفساد يعني؟ نعم. النقطة الثانية، النقطة الثالثة، اليوم أكثر المسافرين من أهل كركوك وأطرافها، يعني من صلاح الدين، طوس خرمات، وآمل، عندما يسافرون من أي مطار يسافرون 40% من أربيل وسليمانية لأسباب كثيرة، ليش 100%؟ إحنا جنابك مطلع وأنا هم ابن منطقة، يعني البقية يذهبون إلى بغداد. يعني أنت من كركوك تطلع 4 ساعات بهذا الطريق والظروف أمنية وأخرى، توصل 4 ساعات إلى مطار بغداد، من بغداد حتى تسافر إلى بلد هو بيننا بينه ساعة ونص أو ساعة. يعني أنا أعتقد لو كانت الظروف الطبيعية بيننا وبين أقليم كردستان حالنا حال مثل بقية المحافظات، ربما لا نحتاج إلى مطار الموصل ولا نحتاج إلى مطار كركوك، مطار سليمانية أربيل كافي. لكن بهذه الظروف السياسية والظروف الطبيعية الموضوعية في المنطقة، ما ممكن أن تعطيك 40% من الأخوة يسافرون. طيب خلينا أذهب إلى أستاذ عزام الحمداني، حياك الله مجدداً أستاذ عزام. عزام، نتحدث عن الجدوى الاقتصادية للمطار، درست جيداً، ليش هذه الإثارات الشعبية حول المطار، حول افتتاحه، حول ما أثير كثير من اللغط على هذا الافتتاح؟ بسم الله الرحمن الرحيم، بدنا تحية طيبة لكم ولمشاهدي قناتكم الكريم، وأيضا شكر موصول لضيفك الكريم. لا شك مسألة افتتاح مطار أثارت مساحة واسعة من الجدل السياسي، على اعتبار أن هذا المطار تكمن وراءه شبهات فساد، وأيضا تكمن وراءه شبهات ربما قد تكون حزبية. لكن نحن كمكون عربي وأيضا بمعية المكون التركماني ندرك جيدا أن مسألة افتتاح المطار سوف يلحق ضرر بالإقليم، وتحديدا بحكومة وأحزاب السلطة الحاكمة في الإقليم، على اعتبار أن هذا المطار سوف يخلق فرص عمل في المحافظة، وسوف يعمل على منع المسافرين من التكريت والرمادي وبغداد وأغلب المحافظات من أن تذهب لإقليم، وهذا سوف يعطل المسيرة الاقتصادية والنهضة الاقتصادية التي تشهدها إقليم. أيضا هناك موضوع سبب آخر، موضوع التبعية السياسية. الكرد يعتقدون ويجزمون جيدا بأن كركوك يجب أن تكون ضمن المساحة الكردية وضمن المساحة الحزبية التي يتمتع بها حكومة إقليم. ندرك جيدا بأن حكومة إقليم تعمل على فرض إملاءات سياسية على محافظة كركوك، على اعتبار أن هناك خطابات سياسية كردية بأن هذه المحافظة يجب أن تكون ضمن الفلك الخاضع لسلطة الكرد، وبالتالي نحن كمكون عربي وأيضا كركوك تركماني نشكو أيضا ندرك جيدا بهذه المحافظة محافظة عراقية، وأن القرارات التي تتخذ بها يجب أن تكون مركزية، وأن كركوك هي مثل ما أسمى محافظة عراقية، وبالتالي الذهاب بهذا الشكل والذهاب خلاف سياسة الكرد. أيضا صادف افتتاح مطار كركوك في يوم 11 أكتوبر، هذا اليوم الذي يعتبر في ذاكرة العرب والتركمان وحتى الكرد
يعتبر ذاكره مجيده اعتبار ان عمليه فرض القانون استطاعت ان تنهي على حاله الظلم والتهميش والاقصاء والقتل والخطف التي كانت تمارس من قبل ميليشيات تابعه لاجهزه واحزاب تاتمر بحكومه الاقليم على اعتبار ان الكرد مثل ما اسلفت يعملون ويسعون الى جعل هذه المحافظه معزوله عن العالم، وبالتالي افتتاح المطار سوف يعمل مبدئيا على تصدير الازمه السياسيه في كركوك، وسوف يعمل على جعل العالم قريب بما يحدث في كركوك من عمليه تهميش واقصاء، وان هذا الجدل السياسي سوف يتصدر المشهد الدولي والاقليمي، وهذا ما لا يقبل الكرد. ايضا مثل ما اسلفت موضوع الاقتصادي سوف ينتج ثروه اقتصاديه على اعتبار ان كركوك تمتلك خزين نفطي وخزين اقتصادي وخزين سياسي. اعود لك بهذه الجزئيه استاذ عزام، ولكن ما تفضلت به من ان الاقتصاد في اقليم كردستان يتاثر، مطاري سليمانيه ومطار اربيل يؤثر عليهما اشتغال مطار كركوك استاذ محمد، ولا زلنا ننتقل من الجدل الشعبي الى الجدل البرلماني، النائب الاول لرئيس مجلس النواب ايضا اثار بعض الجدليات حول هذا الموضوع. النائب الاول دكتور شخوان صديقي واخي يعني، لكن بهذا الخصوص ينطلق من منطلق حزبي يعني، حزبه في اقليم كردستان كان هو المانع لهذا الشيء يعني. فلنترك هذه المزاجات الى القانون. نعم. قانون ماذا يقول؟ الدوله العراقيه ماذا تقول؟ البرلمان ماذا يقول؟ نعم. الاجهزه الرقابيه ماذا تقول؟ اما انا اليوم اصرح اقول هذا المطار يصير لو ما يصير، انا اعتقد مو صحيح، انا انطي اراء مزاجيه. يجب يعني مزاجي خاض على مزاج اقتصادي لو مزاج سياسي؟ فالنفط يتاثر طبعا، الدول 40% يسافرون من مطارات اربيل وسليمانيه 100% يتاثرون، بس هل ان كل اهل كركوك ايضا يقبلون ان يتاثرون بهذا الوضع، بهذا التعب وهذا الجدل يعني؟ انا اريد اروح شو اسمه، لازم اروح المطار بغداد او اروح الى اربيل سليمانيه، تلك الصعوبه اللي اكثر بكثير من صعوبه هاي المسافه الطويله مال بغداد يعني. فيجب ان نضحي، واذا يتاثر شنو يعني؟ هناك موازنات بالدوله العراقيه، اكو اقليم، اكو موازنه خاصه لاقليم كردستان، مثل ما اكو موازنه الى المحافظات الاخرى. يجب ان لا نتحدث عن هذه 100% موضوع مزاجات. اهل كركوك يستاهلون اكثر من هذا، اولا محافظه منتجه للنفط، ثانيا محافظه مختلفه عليها، اكو فد مشكله عليها يعني. فيجب ان نذهب الى التوافق اكثر من الدوله العراقيه، باعتبار هناك مسميات عديده، العراق المصغر ومحافظه المكونات. محافظه المكونات اليوم بحاجه الى حقيقه الى توافق حقيقي، حد الاقل ان نبدا من هذا المطار. اضافه الى ذلك اكو عندنا مشاكل سياسيه فيما بين المكونات، يجب ان نذهب بحلها وفق القانون والتوافق. أستاذ عزام، يعني وجود المطار في محافظة كركوك راح يعزز من فرص نجاحها، لو راح يكون سبب في احتدام الأزمات اللي تحدث هناك حسب المادة 140، يعني لربما النظر إلى النفط راح يصير أيضا محفز آخر، النظر إلى المطار والمنافع المتحصلة من عنده. يعني لا شك مثل ما استفدت كركوك هي تدخل ضمن خانه الجدل السياسي. نعم. على اعتبار ان هناك ماده 140، ولكن نحن نعتقد جيدا بان الماده 140 هي ماده غير دستوريه، انتهت في عام 2007، وايضا ماده 140 تم اضافتها ما بعد عرض الدستور على الاستفتاء، وهي ماده لم يصوت عليها الشارع، الراي العام العراقي. وبالتالي مثل ما اسلفت ان كل تلك المساعي هي مساعي سياسيه، مساعي حزبيه. اعتقد ان موضوع المطار سوف يجعل من كركوك، سوف يفتح نافذة دولية وأقليمية على كركوك، على اعتبار أن كركوك ولحد هذه اللحظة هي تسير وفق توصيات دولية، على اعتبار أن هذه المحافظة مثل ما استفدت هي تعيش حالة جدل سياسي. نعم. وجدل جماهيري. كركوك متنوع عرقيا وقوميا، وبالتالي هناك مشاكل تكمن في الشارع في كركوك، على اعتبار أن من الممكن أن تنعش واردات المطار الوضع الاقتصادي في كركوك، بالإضافة إلى ما تتمتع به من النفط وغيره. لا شك المطار يعتبر منفذ اقتصادي قبل ان يكون منفذ سياسي. المطار سوف يعمل على جلب رؤوس الاموال الاجنبيه، وبالتالي ايضا كل الشركات العامله في الاقليم ستتواجد في كركوك، على اعتبار ان كركوك هي تتوسط ما بين المحافظات الشماليه والمحافظات الجنوبيه، وبالتالي هذا المطار سوف يعمل على جلب رؤوس الاموال على شكل شركات عالميه، سواء كانت تجاره السيارات او الموانئ او جميع المهن العالميه، على اعتبار ان كركوك سوف تكون
في المستقبل القريب مركز تجاري، وهذا المركز سوف يكون إقليمي، وثم سيكون مركز دولي، وسوف تكون كركوك أيضا سوف يكون هذا المطار نافذة لدخول السياح الأجانب، وسوف يكون أيضا لدخول السفارات. نحن نعتقد بأن المستقبل القريب سوف يعمل على جعل كركوك بيئة آمنة لأغلب سفارات دول العالم، على اعتبار أن المجتمع الإقليمي يبحث عن النفط، والنفط يتواجد في كركوك. ولكن مثل ما استلفت نعتقد أن هذا عدم التوافق وعدم الرضا من قبل حكومة الإقليم هو الخوف والخشية من هذا المطار سوف يكشف تلك الجرائم، على اعتبار أن الكرد ولهذه اللحظة وتحديد حكومة الإقليم تعمل على تصدير أكثر من 400 ألف برميل من النفط يذهب إلى صالح حكومة الإقليم، وهذا هذه الحقول النفطية هي ملك للعراقيين وتحديدا ملك لأهل كركوك. بالتالي نعتقد أن الكرد يتجاوزون في كثير من قراراتهم، ولكن للأسف الشديد لربما النفوذ التي يمتع بها الكرد هو جعل لديهم سلطة على أغلب القوى والأحزاب السياسية، لكن نعتقد أن الإرادة التي تكون لدى الشارع العام. نعم، أنا أشكرك شكرا جزيلا لهذه الإيضاحات حول مطار كركوك. سيد عزام الحمدان الناطق باسم المجلس العربي الموحد في كركوك حدثتنا عبر سكايب، شكرا جزيلا لحضرتك، والشكر الكثير لجنابك الأستاذ محمد مهدي البياتي عضو تحالف الفتح أثرية الحوار. شكري موصول لكم مشاهدي الأحبة على حسن المتابعة، في أمان الله.